احنا الايفينمون هذايا معناها بالنسبه لنا ايفينمون مهم على خاطر معناها يعتمد على التكنولوجيا، والتكنولوجيا اليوم هي معناها حاجه مهمه خاطر هكا باش تخلي البلاد نتاعنا تتقدم، ونشوفوا الدول المتقدمه قاعدين معناها يعملوا في خطى كبيره في الدومين نتاع التكنولوجيا. احنا اليوم نوريو بعض معناها لي زاكسيون اللي ديجا عملناهم في السنوات الفارطه اللي يحاولوا باش يحطوا اكثر عدد ممكن من التوانسه يمسوا التكنولوجيا ويمسوا كل ما هو معناتها اقتصاد رقمي. دونك باش نوريو حاجات من اللي من اللي من اللي عملناه ديجا، وباش نحكيو زاد على الخطى اللي ناويين نعملوها في 2016 وفي الاعوام اللي باش تجي من بعد. ديما الهدف هو معناها باش نشركوا اكثر عدد ممكن من التوانسه في كل جهات الجمهوريه باش يقربوا للتكنولوجيا، معناها كيفاش نجموا نعملوا ديمقراطيه التكنولوجيا بالنسبه للشعب التونسي. هذا هو هدف من الاهداف نتاعنا، ونعملوا في برشا مجهود في الناحيه هذه. عندنا برامج كيما مثلا الاورانج ديفلوبر سنتر اللي هو معناها برنامج باش نحبوا نعاونوا التوانسه لي جون اكثرهم باش معناتها يتعلموا كيفاش نعملوا الديفلوبمون نتاع دي زابليكاسيون موبيل. هذايا السوق معناها محلول معناها للاكسبور معناها على العالم الخارجي، دونك حاجه مهمه بالنسبه لبلاد كيما تونس خاطر ما يلزمناش نخدموا برك لل 10 ولا 11 مليون تونسي، ما يلزمنا نحاولوا زاد التوانسه يخدموا للعالم الخارجي. عندنا برامج اخرين كيما زاد الفاب لاب اللي عملناه زاد السنة، دونك معناها نحبوا نحكيو شويه على البرامج هذوما، وبالاخص نحكيو زاد اش نجموا نعملوا في 2016 مع بعضنا، خاطر ماهوش شركه برك تنجم تعمل هالبرامج هذه، يلزم معناها تضافر مجهود نتاع معناها برشا اطراف، يلزم يكون ثم ان ايكوسيستيم اللي باش يخلينا نجموا مع بعضنا الناس الكل نهزوا البلاد نتاعنا نحو الافضل.